أسعد الله مساءكم بكل خير وسرور. شوط الختام ينطلق بحفظ الله ورعايته، ختام هذه الفترة، هذا السباق المحلي، سباقنا المحلي الثالث للمرحلة الثانية بانطلاقته. شوط الختام بالفعل وختام يا مسك مع انطلاقة هذه الأسماء المتواجدة المنطلقة والمندفعة بانطلاقة الشعارات المتميزة. أول المراكز حاملة الرقم 5 الدوحة، الاسم الغالي على الجميع، تواجد مع الصدارة مع الانطلاق المميز بانفرادية تامة عن بقية الهجن. المشاركة الدوحة المملوكة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري بعملية تضمير الدوحة التي تباعد المسافة، مسافة طويلة جدا جدا ما بينها وما بين المركز الثاني مع انطلاقة هذا الشوط. كما تشاهدون أيها الحفل الكريم على شاشة قناة الريان الفضائية، العازل الفارق ما بين المركزين الأول والثاني، ثاني المراكز تتواجد هنالك أفراح من انطلقت لتجذب الأفراح بانطلاقتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. فيصل بن طالب بن شريم بعملية التضمير مضمر الغرن يقودها بانطلاقة ثاني المراكز. المركز الثالث أرى وأشاهد على ثالث المراكز العاصية لعفاس بن صالح الكريم المري، رابع المراكز من تسللت إلى المركز الثالث. هنالك التواجد من الغارية من بدأت تشن الغارة بانطلاقتها إلى ثالث المراكز لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني والذهبي سالم بن فاران المري بعملية التضمير، من أبدع في هذه الفترة المسائية بتواجد أيضا انطلاقات الأسماء المميزة وأيضا سجل أفضل توقيت في هذه الفترة المسائية. المركز الرابع هنالك التواجد يا من تتابع، هنالك انطلاقة العاصية مع رابع المراكز لعفاس بن صالح الكريبي المري وخامس المراكز اسم يتواجد على المركز الخامس، الوجبة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري بعملية التضمير. إذا هذا الاسم هو من سجل أو بنفس الاسم تسجل وسجل أفضل توقيت في هذه الفترة المسائية في شوطنا السابع، 9:27 جزءا وحيدا يتيما من الثانية، هو توقيت صاحبة أفضل توقيت الوجبة المملوكة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني والمضمر سالم بن فاران المري، وأيضا بنفس الشعار والملكية أتى الوعب وسجل أفضل توقيت في سن الزمول لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني بتوقيت زمني وغدرة 9:53 بالوفاء والتمام. نتواصل معكم بالوصف والتعليق ونعود بحضراتكم إلى الصدارة لنتواصل بالنداء الثاني إلى مقدمة هذا الشوط. دائما وأبدا نتحول إلى الصدارة وحتشاف للدوحة من تباعد وتنطلق وأيضا تنفرد مع الصدارة ومع المقدمة مع الانطلاقة الأولى، الدوحة المملوكة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري يقدمها بعملية التضمير. المركز الثاني هنالك ثاني المراكز من تتواجد بهذا الانطلاق على المركز الثاني، أفراح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فيصل بن طالب بن شريم المري بعملية التضمير. المركز الثالث تتواجد هنالك على ثالث المراكز بهذه الانطلاقة وبهذا التواجد الجميل والرائع، الوجبة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني أو الغارية المملوكة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري بعملية التضمير. رابع المراكز أرى وأشاهد الدرعية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري. المركز الخامس هنالك الوجبة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري بعملية التضمير. نداؤنا الثاني أذعناه على حضراتكم بالوفاء والتمام، ولكن أعود إلى الصدارة إلى الدوحة. من تقود هذه الأسماء خير قيادة، من تتربى على عرش الصدارة
الصدارة وخير انطلاق من خير هنالك سلف بانطلاقتها مع الصدارة. الدوحة المملوكة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري بعملية التضمير. المركز الثاني من بدأت تقترب رويدا رويدا بهذا الانطلاق المميز. افراح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وفيصل بن طالب الشريم المري مضمر الغر يقودها بعملية التضمير. المركز الثالث هنالك من تراقب الوضع وتراقب الانطلاق المميز. مع انطلاقة ثالث المراكز تتواجد الغارية من انطلقت وتواصلت واندفعت إلى المركز الثاني وإلى المرتبة الثانية أتت لتساند الدوحة بانطلاقتها. الغارية المملوكة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري بعملية التضمير. إذا بن فاران يقدم لنا ثلاث كروت في هذا الشوط وبهذه الانطلاقة. المركز الثالث أفراح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري بعملية التضمير. المركز الرابع من تواجدت على رابع المراكز الوجبة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري بعملية التضمير. خامس المراكز تتواصل الدرعية على ما أعتقد لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري على المرتبة الخامسة. أعود وأتحول مع تجاوز لافتة 1500 متر. إذا سألتم عن الموقع فإننا الآن تجاوزنا وإياكم لافتة 1005 برفقة الدوحة. من تسير على الكادر الأعلى، من تسير على المرتبة الأولى، من تنطلق بهذا الانطلاق المميز وبهذا الأداء الجميل والرائع والأروع من الرائع بهذا المركز المرموق. المركز الأول برفقة الدوحة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري بعملية التضمير. المركز الثاني تتواجد الغارية لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري بعملية التضمير. ثالث المراكز والخطورة من قبل أفراح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري بعملية التضمير. إذا ثلاثية على المقدمة، ثلاثية على الانطلاق الأول. الثلاث اللي زاربهم اللقاء يوم وصل كل الامتحان ولعت من بينهم نار اللظى. إذا حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء كيلو كيلو ما تبقى عن الناموس أو 900 متر، بالفعل ما تبقى عن خط فيصل وما تبقى عن هنالك الصدارة وعن صاحبة المقدمة وصاحبة المركز الأول. الصدارة برفقة الغارية من تغير وتشن الغارة وتنطلق بهذا الانطلاق وبهذا الأداء المميز. الغارية المملوكة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري بعملية التضمير وهنالك أفراح تراقب الوضع وتراقب الانطلاق وتتواجد على المرتبة الثانية كي تهجو بانطلاقتها. المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري بعملية التضمير. إذا فطاحلة المضمرين يتواجدون في هذا الصراع، في صراع الأقوياء وفي صراع الأبطال ما بين أفراح وما بين الغارية. الغارية وأفراح، الفراح والغارية، حوار الأبطال، حوار الأقوياء، حوار الأجدر، ولكن الغارية الصامدة صمود الجبال السود. أفراح 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 تسللت أفراح. التسلل في رياضة الإجن مسموح وممنوع أيضا في رياضة لعب كرة القدم. إذا تسللت أفراح في اللحظات الأخيرة وانتزعت الصدارة الثالثة بكأس سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والثاني موصول فيصل بن طالب بن شريم. المركز الثاني الغارية لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني، الثاني موصول لسالم بن فران المري. ثالث المراكز كان وصول من قبل المركز الثالث الوجبة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني. رابع المراكز المركز الرابع كان وصول من قبل الدرعية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري. خامس المراكز الدوحة لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني، الثاني والجميع، الثاني زفة للجميع، وحظنا أوفر لمن لم يحالف الحظ في هذه الانطلاقة. نعود بحضراتكم إلى التوقيت الزمني وإلى لحظة وصول أفراح إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس بتوقيت زمني وغدره 9:29 جزء من الثاني. الثاني تبركات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، والثاني موصول لفيصل بن طالب بن شريم المري على حصول أفراح على المركز الأول. ثاني المراكز كان وصول من قبل غارية بالتوقيت الزمني وغدره 9:29 خمس أجزاء من الثاني. الثاني تبركات لسعادة الشيخ الغاقاء بن حمد بن خليفة الثاني، والثاني موصول لسالم بن فاران المري. ثالث المراكز كان الوصول من قبل المركز الثالث الوجبة ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلية الفوزي والناموس ومعلية بأنها صاحبة المركز الثالث بتوقيت الزمني وغدره 9:29
39 ثانية والثلاث أجزاء من الثانية. الثانية تبركها لسعادة الشيخ القائد بن حمد بن خليفة الثاني، والثاني موصول لسالم بن فاران المري.